عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنها النار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنها ماء بارد فنار تحرق، فمن أدرك منكم فليقع في الذي يرى أنها نار فإنه عذب بارد. فلا تنزعج من نار الفتن إذا كنت على الحق.